إذن لحظات قليلة متابعينا الكرام، ويدخل لاعبي فريق المغرب التطواني ونهضة الزمرة لأرضية ملعب سانية ترمن لخوض هذا اللقاء المهم عن الجولة 23 من البطولة الاحترافية. إن شاء الله متابعينا الكرام، ففريق المغرب التطواني عنده 29 نقطة، بينما فريق نهضة الزمرة عنده 26 نقطة. يعني المقابلة مهمة للفريقين، خصوصا وأنه في الترتيب يعني قراب لبعضهم، وبالتالي ففوز أي فريق فسيبعده عن الآخر. إذا لحظات قليلة تفصلنا عن دخول لاعبي فريق المغرب التطواني وكذلك نهضة الزمرة. وهذه متابعينا الكرام تشكيلة ديال فريق المغرب التطواني. في حراسة المرمى الفيلالي بقية اللاعبين أمحيح، المودن، المحساني، جبيرة، ماهر، رشدي، هلال فردوسي، لامين، باجي وميغري وبلال ميغري متابعينا الكرام. بالنسبة للاعبين الاحتياط كاين صابر، سيمبارا، ياسين، رضواني، الأزماني، زيد، بن خجو، قلوس، الرحتاس والخمليش. إذن هذه تشكيلة فريق المغرب التطواني كيف كتظهر من خلال الشاشة الإلكترونية الخاصة بالنتائج. متابعينا الكرام، في لحظات دخول لاعبي الاحتياط ديال نهضة الزمامرة وكذلك فريق المغرب التطواني قبل دخول اللاعبين اللي غادي يخوضوا هذا الماتش عن الجولة 23 من البطولة الاحترافية. بالنسبة للجماهير ديال نهضة الزمامرة لحدود الآن جماهير نهضة الزمامرة فهي غائبة عن هذا الماتش. إذا في هذه اللحظات دخول فريقي نهضة الزمامرة وفريق المغرب التطواني لأرضية ملعب سانية ترمن، وهذا النشيد الرسمي لفريق المغرب التطواني. Thank you.
في هذه اللحظات فريق المغرب التطواني يأخذ صور تذكارية مع بعض الأطفال الصغار، وكذلك غادي يأخذ صورة تذكارية للاعبين فقط، كذلك نفس الأمر بالنسبة لنهضة أزمان. هشام ريح 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 هشام ريح 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 هذه جماهير فريق المغرب التطواني تشجع فريقها الغالي، كتشاهدوا معنا الحضور الجماهيري اللي حضر اليوم لتشجيع فريق المغرب التطواني. لحظات قليلة غادي يبدا هذا الماتش المهم متابعينا الكرام. لنا أجواء اللي هي جميلة جدا، خصوصا مع التوقف ديال الأمطار الخير، سماء مدينة تطوان فهي صافية متابعينا الكرام، وبدات التشجيعات باكرا هنا في ملعب صنيع صرمان. إشارة متابعينا الكرام، فأحد أولتراس لوس ماتادوريس فهو مريض، نتمنوا له الشفاء قبل قليل. سمعنا الجماهير ديال التطوانية وهي تنادي وتطلب الشفاء العاجل لأحد أولتراس فريق لوس ماتادوريس. نحاول أنني نقول لكم الأجواء على مستوى مدرجات ملعب صنيع صرمان باش تشوفوا الحضور الجماهيري اللي حاضر في هذا الماتش. كيف كتشاهدوا كيف كتتابعوا معنا متابعينا الكرام البداية ديال انطلاق هذا المقابلة، فهي بدات متابعينا الكرام الكرة الآن عن فريق نهضة الزمامرة، رجاع الدفاع فريق المغرب التطواني والكرة في الشارع. بطبيعة الحال كنا نمني النفس أننا نشوف جماهير ديال فريق نهضة الزمامرة حاضرين، على ما أعتقد حوالي 3 سل، يعني لا يتجاوزون رؤوس الأصابع حوالي 7 ولا 8 من هذه الجماهير اللي حاضره اليوم في هذا الماتش، جماهير فريق المغرب التطواني، يعني الفندق النوردي اللي حاضر وبقوه. يعني
هذه محاولة خطيرة جدا لفريق نهضة الزمامرة. Thank you.
محمد مريض محمد مريض شيء واحد.